وعلى مستوى الأشقاء الدول العربية، آلية التعاون المصرية العراقية الأردنية، وهي بالتأكيد تطور وإذكاء للعلاقات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي القائم بين الدول الثلاث في تحقيق الاندماج، تحقيق المنافع والعمل على تناول القضايا السياسية والاقتصادية من خلال رؤية مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار وجهود التنمية. تم إنشاء منتدى غاز الشرق المتوسط، وأيضا يضم عدد كبير من دول المتوسطية، دول المؤثرة التي تسعى للاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، وتجعل من مصر منصة هامة للطاقة والاستفادة الكاملة من الموارد اللي بيوفرها اكتشافات الغاز في الشرق المتوسط، وهي منصة قابلة للتوسع بما يخدم مصالح الدول ويحقق مزيد من الاستقرار في بقعة هامة من بقاع العالم. العلاقة اللي نشأت فيما بين مصر وتجمع الفيشغراد، وهي أربع دول، النمسا، السلوفاكيا، بولندا، المجر، دول كلها دول في الاتحاد الأوروبي، ولكن لها خصوصية في إطار علاقتها الممتدة مع مصر، وفي نفس الوقت قرب رؤاها نظرا لمواقعها الجغرافية ومعرفتها بالظروف المحيطة بالقضايا المرتبطة بالعالم العربي. وكانت من الأهمية توثيق هذه العلاقة لما ظهر من استعداد لهذه المجموعة، ليس فقط للتعاون ولكن أيضا لأن تنقل إلى الاتحاد الأوروبي مثلما فعل اليونان وأبرس وجهة النظر المصرية أمام سواء قضايا المرتبطة بالتطورات الداخلية أو فيما يتعلق بالرؤية إزاء الأوضاع الإقليمية. أيضا تم التفاعل مع صيغة ميونخ لعملية السلام مع دولتين بارزتين في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا، لملء الفراغ الذي حدث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واستمرار الدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع على مبدأ الدولتين وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. منظمة شنغهاي والاهتمام والتقدم الذي حدث في منطقة جنوب شرق آسيا ودولها كان أيضا يقتضي أن يتم الاهتمام بها وتوسيع نطاق شركاء مصر للتعاون وللتفاعل. وأخيرا الدعوة التي تلقتها مصر للمشاركة في تجمع بريكس، وهو أيضا تجمع يجمع دول رئيسية، دول بازغة، يتيح لمصر مجالات للتعاون الاقتصادي تسهم أيضا في تحقيق التنمية والجهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري. التوسع والعودة إلى العمل في مجال متعدد الأطراف في منظمات كانت مصر من مؤسسة لها، سواء كانت الأمم المتحدة وقبلها الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، مجموعة 77 والصين، كلها كان مشهود لمصر دائما القدرة على التأثير والتواجد الكثيف والاحترام لما تبديه من آراء، دائما تمسكها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مبادئ القانون الدولي، عدم خروجها عن الأطر القانونية للعلاقات فيما بين الدول. فتم تكثيف تواصل في كل هذه المؤسسات متعددة الأطراف بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي نشأ وأصبح
يحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي، وكانت مصر وأنا شخصيا شاركت في وضع الأسس عمله بشكل يضمن بأن يعمل في إطار خدمة تعزيز حقوق الإنسان وليس في إطار توظيفه لأغراض سياسية والتشهير بالدول.